السلام عليكم أصدقائي الكرام في القناة. اليوم جبت لكم معقم اللي تقدروا تصوبوه في الدار بلا ما تحتاجوا تشريوه، لأنه راكم عارفين بأنه منقرض دابا تماما في المحلات كاملين، حتى في الفرماسيانات الصيدليات. اللي هو عندي فيه جوج المكونات وهو جيل ديال الألويفيرا. أي جيل عندكم؟ أنا خديت هذا اللي لقيته باقي، لأنه هنا هو ما كاينش جيل الويبيرا اللي يكون تحاول تلقاو تقلبوا عليه يكون طبيعي. هنا خديت الكول ديال 96 درجة، كاين ديال 90 كاين ديال 70. انا خديت هذا اللي فيه الماكسيمو حيت هو انتيسيبتيكو. وجيل الويبيرا واحد القرحة اللي هي كان عندي فيها اصلا جيل ديال انتي بكتيريا اللي مبقاش تقاعد، مبقيناش لقيناه فين نشريو. لذلك اللي عنده شي باب الله يسدو عليه. هاد الوصفة هادي ديال واحد الأخت صديقة ديالي اللي تلاقيت بها في الفيسبوك، اسمها أسية الشجية، اللي كان نبلغ لها تحية ديالي من هنا وكنقولها شكرا على هاد الوصفة هادي اللي نفعتنا بها صراحة بلا من اللي عنده شي باب الله يسدو عليه كما كتقولي هي. ومن هنا خدينا الالكول. هنا غادي ندير انا جوج الانواع ديال الجيل. عند الاولى نيجيري على حسب الوليدات الصغار باش ما يبقاش يحسوا به في يديهم، هو انني كثرت الالكول على الالويفيرا باش يجيني جاري المكون. بغيتو يكون خاطر غادي نوريكم الطريقه ديالهم. غادي لهاد الوصفه الاولى هو انكم في الجيل ديال القرعه ديال الجيل كتزيدوها الكول شويه بشويه حتى كتاخذوا واحد المكونها كداك خاطر اللي كيبقى تقدروا تستعملوه في الطوموبيل عندكم، تستعملوه نتوما يا الكبار. صافي بهذه الطريقه هذه كنحاولوا نمزجوا الخليط مزيان. صافي هنايا حنا تكون عندنا، بغيت يكون شويه اكثر من هكايا، اقل من هاد الجرائم يكون هكايا جاري ليكيد. تقدروا تزيدوا شويه ماس ديال الويبيرا. انا اكتفيت بها كحقاش على حسب الوليدات ما كيبقاش بني في اليدين، والريحه ديالو غزاله ما كتحسيش كاع بالالكول، وفي ساعه كيمشي من اليد حتى اليد كتنشف. بالمقارنه مع الاخر ملي كديروه هو جيل كتحسوا به في اليد ديالكم. وهاد اصلا هاد الالويفيرا لقيت انه فيه الالكول والريحه ديالو غزاله. انتما كتشوفوا ما كيبقاش في اليدين نهائيا. كنتمنى هاد الفيديو هذا توصلوا لاكبر عدد ديال الناس باش تستفد منه، باش ما تبقاش كتجري وكتقلب على هذا المعقم. هنايا انا استعملت الجيل ديال الالويفيرا، زدت له الالكول غير شويه ديال الالكول، ما زدتش له بزاف. صافي انتما كتشوفوا كيتبدل التكستوريه ديالو كتبدل، وما هو ولا عندنا جيل معقم خاطر وجيل معقم جاري. ممكن اذا بالكم مثلا باقي خاطر تقدروا تزيدوا من هذاك اللي في القرعه الاخرى. بقرعه واحده ديال الالكول انتم استعملتوا جوج ديال الانواع اللي غتدي لكم واحد المده حتى يحن الله سبحانه وتعالى مع هذا المرض هذا. يا رب الله ينجينا وينجيكم يا رب. التجربه مع وليداتي شفتهم كيفاش واش عجبهم ولا لا. الأول غادي نستعملوه مع طه مع أكرم باش تحل لي القرحة. صافي ها هو شتو كيفاش كيبقى شي يبان. وهنا استعملناه مع طه.
اللي هو الجي الاول خاطر هو قالك عجبو اكثر من هذاك اللي هو جاري عجبو اوكي الريحه ديالو غزاله قالك كنتمنى منكم مره اخرى عاوتاني انكم تشاركوا هذا الفيديو مع الناس ديالكم مع احبابكم باش تستافدوا منه الجميع وما بقاوش يقلبوا عليه يصوبوا في الدار ديالهم كما كيقول المثل المغربي اللي عنده شي باب الله يسدو عليه ولايكات كثروا يا لايكات